صباح الخير والسعادة والفن والإبداع على حضراتكم في كل مكان. النهاردة يوم مهم جداً في المتاحف سواء في مصر أو برا مصر، يوم لعشاق الفن والمتاحف والأثار. هيكون في إقبال كبير على زيارة المتاحف والتقاط الصور مع القطع الأثرية المهمة، بس مش هيبقى تصوير عادي، هيبقى تصوير سيلفي، لأن النهاردة بيطلقوا عليه يوم سيلفي المتاحف. ده يوم مخصص في كل سنة للاحتفال والاحتفاء بالمتاحف وإلقاء الضوء على أهميتها ودورها ودعمها عشان تستمر في تقديم خدماتها الثقافية للمجتمع. الهدف من تخصيص اليوم ده لسلف المتاحف إن الناس تتجمع مع بعضها سواء كانوا أصدقاء أو أسرة، يزوروا سواء المتاحف ويلتقطوا صور سيلفي مع القطع الأثرية واللوحات الفنية المفضلة ليهم. تبقى فرصة كويسة جداً للتعرف على التاريخ والفن والإبداع والاستمتاع بأجواء المتاحف. الاحتفال في اليوم ده ابتدى في الأساس بفكرة من أم بريطانية اسمها مار ديكسون. السيدة مار دي هي مهتمة بالفن ومهتمة بالثقافة وكمان عاشقة للمتاحف، عندها عادة إنها دايما بتاخد بنتها معاها عشان تستكشف التاريخ وتستمتع بأجواء المتاحف. بعد كده السيدة مار فكرت إنها تشجع الناس على القصة دي، فابتدت مبادرة اسمها سيلفي المتاحف. المبادرة دي بقى فجأة انتشرت في العالم كله وبقت ظاهرة كده ثقافية مميزة، والناس بقت تقبل على إنها تنفذ المبادرة دي، وكمان معظم المتاحف في معظم أنحاء العالم بتشارك في المبادرة دي وبقوا بينشروا الصور بتاعة السيلفي على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بالمتاحف دي. عارفة منا أهم حد هيستفيد من المبادرة دي أو اليوم ده سيلفي المتاحف هم الأطفال. الأطفال مهمين جداً هم يتعلموا الفن والإبداع بطرق جديدة مختلفة، بطرق فيها نوع من التفاعل، فيها نوع من المتعة والترفيه، مش بس نقول لهم تاريخ المتاحف في الكتب الدراسية. الأطفال النهاردة هيكون ليهم دور مهم لأنه الفكرة زي دي بتساعدهم على تعلم تاريخ الفنون بطريقة مختلفة. كمان الأصدقاء العائلات النهاردة ممكن يكون فرصة جميلة جداً لحضراتكم إنها تبقى خروجة مختلفة، فرصة كويسة إنكم تتصوروا بصور تحتفظوا بيها على مدى الحياة، بتبقى صور يعني تذكارية مهمة جداً مع أجمل اللوحات وأجمل التماثيل والأثار اللي أنتوا بتفضلوها أو بتحبوها. وده هيخليني أسأل منا، لو هتتصوري سيلفي يا منا هتختاري متحف إيه؟ ما هذا السؤال؟ ما هذا السؤال على الصبح؟ بص يعني مش هقول ان انا رايحه كل المتاحف يعني ورحت المتاحف المختلفه، بس انا بحب قصر عابدين، جميل ومختلف، وانا بحب الحاجات الكلاسيك يعني العفش الكلاسيكي، الحاجات طريقه توزيع العفش، اللوحات، الشكل القيم اللي محطوط بيه الحاجه. انا بحب قوي شكل السجاد الفخم، الرسومات والنقشات اللي موجوده مذهبه، يعني انا بحس ان هو قد ايه حلو ومميز ومناسب يعني انا مش متعمقه في اللوحات ومش متعمقة، فانا حاسه ان هو حاجه ثقافيه لطيفه طراز معماري جميل حتى مختلف. القصر من بره يعني غير طبعا المقتنيات القصر زي ما انت قلت يا منى، لكن يعني شكل القصر من بره الطراز المعماري بيه طراز مختلف وفريد جدا. يمكن كمان بعد التطوير والتحديث اللي حصل بقى قريب ان هو يبقى بالنسبه يعني خروجه لمختلف افراد الاسره في اعمار سنيه مختلفه. انت بتحب متحف ايه؟ انا لو قلت لي في متاحف طبعا كتيره جدا موجوده في مصر، انا بحب متحف محمود خليل اللي موجود في الزمالك، هو اسمه متحف محمود خليل وحرمه في الزمالك. المتحف ده عايز ادعو حضراتكم انكم تزوروه فعلا، لانه بيجمع مجموعه من اللوحات الفنيه والتشكيليه لعدد كبير جدا من كبار الفنانين المصريين والفنانين العالميين، في أكتر من 300 لوحة تماثيل مختلفة، وبجد بيعكس كده زي ما بيقولوا يمنا مراحل تطور الفن المعاصر في مصر وفي العالم. متحف محمود خليل نقطة كده منورة ومضيئة جدا في تاريخ المتاحف المصرية، ده طبعا إلى جانب متاحف كتيرة جدا عندنا منا، عندنا متحف الحضارات، عندنا متحف المصري القديم طبعا هو هيظل ليه رونق خاص بالرغم من كل حاجة أو المتاحف الجديدة اللي بتفتح، لكن كلنا مرتبطين حتى بالمتحف المصري الموجود في التحرير. المتحف المصري الكبير برغم انه لسه يعني لم يفتتح رسميا، لكن في كمان شو الخاص ب توت عنخ امون، ده مختلف جدا. عايز اقول لك كمان واحد من المتاحف اللي مش مشهوره ابدا بس قد ايه ممكن تعجبك انت كمان، انا عارفه يا دكتور محمد، متحف الكاريكاتير في الفيوم. جميل. انا عايز اقول لك بقى
أغلفة الصحف وأغلفة المجلات والكاريكاتير مثلا أعتقد من الأربعينات. حلو أوي. شوف بقى تطور الكاريكاتير وإزاي بيعكس والنكهة بتاعة الكوميديا اللي كانت موجودة أو نكهة السخرية اللي كان بيعكسها الكاريكاتير مع أغلفة المجلات، والله حلوة حلاوة. يعني الناس لما بتروح الفيوم مش بتبقى مقبلة قوي أو مش في مخها قوي إنها تروحه، لكن بجد اللي هيروح هينبسط قوي. معلومة حلوة قوي نسمعها من منا. متحف الكاريكاتير في الفيوم. الفيوم قد ايه حلو ومختلف، وهتشوف اغلفه حاجات هتستمتع، يعني هتنبسط جدا. اعتقد احنا محظوظين عندنا مجموعه من اهم صحيح. المتاحف اللي موجوده في العالم كله. الدوله في السنين اللي فاتت اهتمت بتطوير المتاحف دي، واهتمت كمان بانشاء متاحف جديده. لسه كنا بنتكلم عن متحف الحضاره، المتحف المصري الكبير اللي العالم كله مستني افتتاحه بشكل رسمي. احنا النهارده على مدار حلقتنا هنتكلم عن سيلفي المتاحف، وهنتكلم عن اهميه المتاحف وابرز المتاحف صحيح. الموجوده عندنا. هنتكلم عن سيلفي المتاحف، بس عايزين الناس تنزل وتاخد سيلفي في المتاحف، يعني وتبعت لنا فكره حلوه كده ان هم ينزلوا مع الاسره مع الاطفال وياخدوا اجمل صور سيلفي مع متاحف مصر. اكيد بنصبح عليكم مره تانية، موجودين معاكم ان شاء الله على مدار 3 ساعات النهارده. صباح الفل عليكم، صباح الخير يا مصر.